الباب 57 بعد الماء، باب لا تقضي الحائض الصلاة. الحائض لا تقضي الصلاة. في الباب حديث واحد للسيدة عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج المتشددين في الدين أنت؟ أحرورية؟ الحرورية هذه قرية خرج إليها الخوارج وتسموا بالحرورية أو الخوارج. كنا، تقول عائشة، كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. الحمد لله، هذه رحمة، هذه رحمة. بمين؟ بالنساء، لأن في نساء بيحضن 3 أيام، لو أقل الحيض 3 أيام أو يوم، يعني 5 صلوات. تقول لا أقضي تاني يوم 5 صلوات؟ طب واحدة الطبيعي في عند النساء 5 أيام، 5 أيام في 5 ب25 صلاة. تقول لا أصلي بقى 25 صلاة؟ ده إيه ده؟ ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى على بناته حواء، ولذلك خفف الله سبحانه وتعالى عنهن. مش كده؟ مش انتوا عارفين القاعدة: إذا سلب ما وهب أسقط إيه؟ ما أوجب. ما شاء الله، علماء. امرأة اللي هي معاذة، معاذة العدوية هذه تلمذة عائشة رضي الله عنها، ودي علمت اللي يقول لك صوت المرأة عورة، قول له معاذة العدوية علمت 2001 من التابعين رجالة، خد بالك، قول له كده، قول له معاذة العدوية تلمذة عائشة علمت 2001 من التابعين. قالت لها: أيجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ أي تكفيها صلاتها الحضرة بس؟ يعني نصلي مثلا الصلاة هذه لما تطهر الآن بعد صلاة الفجر مثلا، طهرت، يكفيها أنها تصلي الظهر فقط ولا يجب عليها قضاء الصلوات الفائتة التي فاتتها أثناء حيضتها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ أي أنت بتستنكر عليها الكلام. هل أنت أيتها المرأة من الخوارج اللي بيشددوا في الدين وينسبون إليه ما ليس فيه؟ لأنها لما سألت هذا السؤال الغريب ظنت عائشة أنها حرورية، أي خارجية من الخوارج، نسبة لحرراء القرية بقرب الكوفة اللي كان معسكر فيها الخوارج دول. ثم أردفت عائشة تعلمها مين مصدر الشريعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نحيض، أي عائشة والنساء وأمهات المؤمنين، كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أي لا يأمرنا بقضاء الفوائد في أثناء الحيض. بعد انتهاء الحيض ما قلش اقضي الصلاة في هذا الوقت، في هذا الوقت. ولو كان يجب القضاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهن به. الحديث بيستفاد منه إيه؟ إن الحائض بتقضي إيه؟ الصوم فقط. ليه؟ لأنه مرة في السنة، الصوم مرة في السنة، إنما الصلاة كل يوم، كل يوم. وأصل مبنى الدين على التيسير، ما يريد الله بكم الإيه؟ العسر، ولكن يريد الله بكم الإيه؟ اليسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد التضييق ربنا سبحانه وتعالى. وذا مذهب العلماء كلهم لا تقضي الصلاة، مذهب سائر فقهاء الأمصار. عاد مين؟ الخوارج، عاد الخوارج فقط، عاد الخوارج، عاد الخوارج. لكن الأصل وصحيح أنهن لا يقضين، لا يقضين الإيه؟ الصلاة، إنما يقضين الإيه؟ الصوم.